دكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، بنكمل حوارنا مع حضرتك وإحنا هنا في واحدة من أجمل المسارح اللي ممكن نكون موجودين فيها في مصر كلها، المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية. الحقيقة ليه هيبته وليه يعني طابع خاص جدا وإحساس كده بيفكرك بعظمة فن مصر في مجالات كتيرة، الطرب، الغناء، العزف، الراقصين اللي بنشوفهم على المسرح ده. وهبدأ بالراقصين، ودكتور مجدي صابر كان في تاريخه المسرح ده ليه مشهد مهم، لأن حضرتك كنت من أوائل الناس اللي بيقدموا عرض على هذا المسرح في عام 88. هبدأ حديثي عن المسرح بالعرض ده وهذه البداية اللي هي بداية أيضا دار الأوبرا. طبعا عرض اللي احنا قدمناه في 88 ده، سنة 88 ده كان عرض اسمه عرض أبو سمبل. أيوه. العرض ده كان إنتاج ياباني، المخرج ياباني، المؤلف ياباني، الموسيقى ياباني، الراقصين كانوا الأبطال يابانيين وأنا كنت معاهم، كانوا بنات يابانيين مصريين. كنت أنا اللي معاهم، كنت بعمل دور رمسيس الثاني، وده قدمناه تقريبا رابع ليلة لافتتاح الأوبرا الرسمية. كان في عرض الكابوكي اللي حضره رئيس الجمهورية رئيس حسني مبارك، وبعدين بعديها عملنا بروفتين بعديها احنا يومين، وبعدين أو ثلاث بروفات، وبعدين قدمنا عرض أبو سمبل كان بيحكي عن الملك رمسيس الثاني وانتصاراته وزوجاته الاثنين. حضرتك بقى كنت مشارك كمصري في العرض. كنت انا بطل العرض، كنت انا رمسيس الثاني، كنت انا بعمل رمسيس الثاني. وطبعا كان عرض اتعلمت فيه كتير جدا، لان كان برضك في بدايه حياتي، اتعلمت فيه الدقه جدا من اليابانيين، اتعلمت فيه بقى ان المسرح الاوبرا بالنسبه لنا يعني حلم كبير جدا، وكنا دايما بنشتغل في مسرح الجمهوريه، هو مسرح عريق برضك بس مش زي مسرح الاوبرا ده. كان حفلاتنا بنقدمها في مسرح الجمهورية، كان لما جينا هنا كان بالمواعيد بقى، يعني مثلا الساعة من الساعة 2 للساعة 3 تدريب مجدي، من الساعة 3 للساعة 4 تدريب فلان، واتعلمنا في النظام يعني انا طبعا اتعلمت، وكان تعليمي مع خبراء روس، لكن مع اليابانيين برضه كانت تجربة جديدة، وكان عرض كويس جدا. سنة 88 و89 اشتغلنا، كانت فرقة البالي بتقدم عروضها هنا على المسرح ده، بس ما كانش تبع الأوبرا، ما كانش لسه اتعمل فرقة البالي في الأوبرا، ما كانش فيه مسمى فرقة البالي في الأوبرا. كنا فرقة بالي القاهرة اللي تابعة لأكاديمية الفنون، اللي كنا بنقدم عروضنا في المسرح ده. فطبعا المسرح ده بس كان ليك كمان تجربة تانية مع المسرح ده، خلت حضرتك من الرواد في التواجد عليه كتصميم، تصميم رقصات بالظبط. بعد ما ابتدت الاوبرا تشتغل وابتدى العروض الاجنبيه تيجي الاوبرا، جت فرقه امريكيه بتقدم عرض كارمن، وطلب مني ساعتها الدكتور عبد المنعم كامل، وهو كان استاذي طبعا، استاذي رئيس دار الاوبرا ايضا وراقص هو شهير. كان رئيس الاوبرا في فتره بس ما كانش في الوقت ده رئيس الاوبرا. طبعا كان مدير فرقه الباليه في الوقت ده، طلب مني اصمم رقصتين في اوبرا كارمن للفرقه الامريكيه، وصممتهم فعلا، لدرجة ان قبل ما يتوفى مثلا بسنة ولا حاجة الله يرحمه، يعني كان حد غالي جدا جدا، استاذنا الفاضل، يعني هو عزيز على ناس كتيرة جدا طبعا، دكتور عبد المنعم من الناس اللي كل الناس كانت بتحبه في الاوبرا، يعني فنان بمعنى كلمة فنان يعني. قال لي يا مجدي انت ناسي ان انت اول واحد صممت على مسرح الاوبرا؟ فانا ضحكت له، قلت الدكتور انت بتضحك عليا ولا ايه، بتتريق عليا يعني؟ قال لي لا صممت للامريكان اوبرا كارمن. قلت له ده صحيح، انا صممتها زمان، يعني كان بقى فات يجي 20 سنة على الكلام دوت. مسرح يعني الأوبرا يعني عروض كبيرة كانت هنا موجودة على خشبة المسرح ده من دول العالم كلها، وعروض قوية في الدول اللي بتقدم فيها، في مضمونها، في أسماء الناس اللي بتقدمها. بص حضرتك، دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير ده قدم أو جه عرض على المسرح ده، على خشبة المسرح دي، أكبر فرق في العالم وأكبر نجوم العالم، سواء في مجال الغناء أو الموسيقى أو الأوبرا أو الباليه. يعني أنا هقول لحضرتك على سبيل المثال كده، إن البولشوي جه عرض عدة عروض هنا، هوت مش يعني مش فاكر جه 5 مرات أو 4 مرات. يعني أنا شخصيا شفت 3 مرات منهم، شفت باليه بحيرة البجع هنا، كان يعني حضرتك كأنك في الجنة من العروض اللي هما بيقدموها. شفت بيادركا، شفت عروض كبيره جدا، شفت نورييف لما جه قدم، رودولف نورييف اعظم راقصين العالم اما جه قدم عرض هنا، شفت موريس بيجار لما جه قدم هنا هو عرض، شفت
فرق من اكبر فرق العالم اللي جت زي شتوتجار مثلا، اكبر مغنيين الاوبرا، اكبر المايستروهات. كان يعني بجد نفتخر ان دار الاوبرا المصريه حضر وعرض فيها يعني مش عايز اقول اعلى مستوى من فنون الاوبرا والباليه والموسيقى، جم وكانوا بيتشرفوا ان هم ييجوا يشتغلوا على مسرح دار الاوبرا المصريه.